الخير شيف هادي. صباح الخير سميره، صباح الخير المشاهدين الكرام. اذا كيف ما عودتي المشاهدين دائما تتخرج على العادي، حنا تنعرفوا في المغرب طاجين ديال الفول، فول المنقو، فول المشرمل. اليوم غادي دير لنا شكون اللي بعدها؟ خضر حسن. ياك تعرفني تناكل الخضر. هنا تنحيي كل الخضاره ديال الدار البيضاء تمشي عندهم، دائما تناخذ لهم الفول ولا الجلبانه. تنعرفك ذواق داك الشيء علاش. شكرا لك. اذا اليوم شنو تقترح علينا بالفول؟ اليوم غنديروا واحد الطريقه ديال الفول اللي هما تيعرفوها، ان تنطيبوا الفول بالقشره ديالو او لازم بالصحيح بحال ما تيكون صغير. مثلا كي كيكون الفول بحال هكذا اللي تنطرطقوه فتيه، خاصو يكون فتيه. فتيه دونك كنطيبوه تنقطعوه بحال هذا الشكل هذا وتنحيدوا ليه ديك سميتو ديالو اللي كتكون في الجناب. هي وحتى في حالة تما الا ما كانش، الا كان كبير بحال مثلا بحال هكذا كي كيكون كبير تنحيدوا ليه هذا الحب ديالو ونحاولوا ما امكن ليه القدينا نحيدوا الحب ونحيدوا ليه هذا القشره. معكش لا هذه علاش ربما بحال هذا الشيء اللي غادي ندير لهم هنايا غادي يختلف على ذاك الشيء اللي قال سينا بالعياشي. انا متفق مع سينا بالعياشي لان الفول تنطيبوا فيه اشكال وانواع بزاف كاع بالاخص في الطواجن وفي لي سوب. الا قلت لك تنديروا بهم دي سوب الناس ما دونك تنديروا بهذه الطريقه هذه. ابغى شنو تنديروا؟ تنهزوه تنبخروه على الشكل هذا. تيتبخر تيتبخر تنغسلوه بطبيعه الحال. الحبات ديال الفول والفول كامل ياك تيتبخر نبخروه ونحطوه واحد يتبخر على 20 دقيقه 30 دقيقه حتى تيتبخر مزيان تعطينا هذا الشكل هذا. ملي تعطينا هذا الشكل هذا تنديروا شويه ديال زيت العود نشعلوا تنديروا شويه زيت العود بحال هذا الشكل هذا. ابغي تناخذوا الثومه اللي تتكونوا طحناها ورقدناها في زيت العود باش حتى ديك النسمه ديال زيت العود اللي غادي نزيدوا لها تعطينا نسمه زوينه تنحطوا بحال هكا. ومعروف ان الفول تيتواتى كثير مع الثومه. مع الثومه بزاف. تنحطوا هاد الثومه هذا الثومه وتنحطوا هاد الفول هذا بحال الطريقه هذه وتنخليوه تيبقى يطيب. ما تنسدو عليها؟ لا ما نسدو عليها لا والو، لان اون فوا تنحطوه هنا تنبقاو نشدوا العشق وتنبقاو معصوفين. معكوه معكوه معكوه. دونك ملي تيتبخر لينا ذاك الماء اللي تيكون فيه ما تنلوحوهش. هكا. تنلوحوش ذاك الماء تنهزو نحط هذا نحيدو من الطريق لان ديجا عندنا موجود. دونك ذاك الماء اللي تيكون عندنا تنهزوه كيرجع لينا بحال هذا الشكل هذا. دونك تندير واحد جوج هنا واحد جوج معالق لهذ المعلق بحال هذا الشكل هذا. الماء اللي يتبخر به اللي تبخر به داك الفول لان داك لي فيتامين لان لي فيتامين اون فوا تنطيبوا شي حاجه تيتبخروا اون فوا تيتبخروا كلشي تيدوز تيدوز على برا ما تنستافدوش منه. دونك داك الماء نحاولوا ما امكن نخليوه وحتى العيالات اللي ما تنبغيو يديروا كسكس ولا شي حاجه يستافدوا من هذا الماء هذا. دونك تنهز واحد جوج ديال سميتو خضرين بحال هكذا جوج الفولين خضرين بحال هذا الشكل هذا تنحطهم هنا وتنحط واحد البصله وتنهز جوج ديال الرياس ديال الثومه ما يكونوش مرقدين في الزيت. جوج ديال رياس الثومه تنحيدوا لهم هاد الجلده ديالهم. طريقه سهله ومخيره كاع تنحطهم بحال الطريقه هذه لان علاش غادي نطحن داك الفول مع ديك البصله وتنهز شويه ديال الحامض. شويه ديال الحامض بحال الطريقه لان الفول فيه اشكال بزاف ديال الاشكال. ولا لاحظنا مثلا كل دوله الا تيطيبوه بالطريقه ديالو بحال مصر تيطيبوه بالطريقه ديالو. فول مدمس. والسوداني تعيطوا لي حبيب الشعب حبيب الشعب حبيب الشعب. مثلا الانجل قصبر والمعدنوس قصبر والمعدنوس تنجهزوا شويه شويه. مثلا في انجلترا تاكلوه كل حد تيديروه مع الروز دينر تيطيبوا اللحم والخضر اللي تيبخروها وتيديروا فيها سميتو. دونك حتى نحط هذا الشيء هذا تنطحن واحد شويه حلو بيديهم او نقطه حان كهربائي حان كهربائي. شنو درنا الماء اللي بخرنا به الفول الماء اللي دخلنا شويه ديال الفول الخضر القشور ديالو الثومه البصله والحامض والربيع. اييه ابغي تنهز شويه ديال لاكريم فغيش. اييه تنحطها هنا شويه ديال لاكريم فغيش باش تنشدوا تنهزوا المعنويات ديال داك. شكرا. دونك تنجمعوا هذا الشيء عاد اون دوزيام فوا دونك هي وجدت لينا لاصوص ديالنا. ملي تيكون هذا طايب مزيان تيكون تنعمصوه بحال هكذا تنهزوا هاد لاصوص هادي هو هذا اللي درتيه هنا؟ هي اللي درناه تنهزوها وتنفرغوها هنايا. دونك ناكتيه علكناه تنزيد هذا باقي ما كاملش تنهز واحد شويه هنايا تنديروه بحال الطريقه هذه
دونك معكنا الفول فول مخر وزدنا عليه هاد لاصوص ديالو. لاصوص ديالو دونك تيوز بعدا يعطي على الطريقه سهله وما تاخذش الوقت بزاف. دونك تنهزو الطبسيل السينابي العياشي دابا غادي انا على يقين غادي يجي ياكل معنا الا كان ممكن السي العياشي يجي. تذوق معنا السينابي العياشي تنحطوه بهذه الطريقه واخا ما عندكش الميكرو غير اجي غير تذوق. طريقه ما غنسولكش غادي لي اه ولا لا. دونك نحطو بحال هاك الطريقه هذه وهذه تيكون وجبه رئيسيه يعني ما غاديش ماشي 60 سلطه. حنا هذا الشيء هذا وتنهز شويه ديال الحامض وتنديرو فوقه بحال هذا الشكل هذا وتنهز في الكواكامال ولا بحال شي في المنظر ديالها في المنظر ديالها بطبيعه الحال كي جاتك ميريكان بعدا كاع ما قلتي ليناش خبعتي علينا. زوينه زوينه. دونك تنحطوا العريشه ديال سميتو بحال الطريقه هذه وتنهز الكامون هنايا خصنا نديرو شويه ديال الابزار باش ما نساوش. شويه ديال الابزار قبل ما ناكلو. وي شويه ديال الابزار شويه ديال الثومه شويه ديال كامون. كامون ما تنديروش هنا تنديرو هنايا في الاخر تنديرو هنايا. الفول تيجي مع الكامون ياك بحال طيبو هذه. انا الفول طيبتكم سوب ودرتو مع لانغوستين وقدمتو في ارقى مطاعم العالم والحمد لله كان واحد قبل زوين. دونك تناخذ سميتو الملح السينا ما قلناش ولي بزاف لا هادو كنخليهم حتى الاخر غير هنايا انا تنصحهم ما يديروش لناش الكامون وتنقدموه مع الخبز الشعير. نعطيك كاس العيا شي يذوق شفت التقطيعه ديال الخبز الله يخليك ماشي مغربيه ماشي مغربيه والصحه والراحه بسم الله شكرا انا وياك يلاه سير تغميسه مغربيه غنديرها بسم الله. قالها سي نبيل عياشي مروا الفخره المواليه.